الحرية بالنسبة لي ان انا اقدر اتحرك في الوقت اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه من غير ما يبقى عليا قيود، يعني اني مش خايفة ان انا اخسر حاجة. الحرية انه اكون اقدر اعيش من غير معتقدات توقفني وقيود تخليني ما اقدرش اتحرك براحتي، انه اكون اقدر اعبر براحتي عن كل حاجة بفكر فيها. ممكن بكون حر مادام انا مش بدور غيري ومش بدور نفسي. يعني الحرية لو وظفتها صح تبقى اسمها حرية، لو وظفتها غلط يبقى تحكم اكتر من هو حرية. الحرية هي ان اعمل الحاجة اللي بيمليها عليا كياني، بعمل الحاجة دي وانا مرتاح. المسيح هو صاحب الخبرة الأسمى في الحرية، زي صاحب الفضل الأكبر في تحرير الإنسان ليس فقط من الخطية لكن تحريره تماما من كل قيود بتمنعه أنه يخلق، أنه يبدع، أنه يفكر. طالما الإنسان منطلق من هذه القاعدة الصلبة، أنا كمؤمن أو كراهب بالنسبة لي هي دي، إن أكون حر، إني عندي كل الإمكانيات اللي ربنا زودني بيها، إني يعني خيال وفكر وثلاث قوى اللي بيتكلم عنهم القديس إغناطيوس، العقل والوجدان والإرادة، بيتشابكوا مع بعض عشان يجسدوا مع بعض الفعل المناسب لمساهمة الإنسان في تمجيد الله، في تعظيم خليقة الله، يعني الفرح والابتهاج بالكون اللي حواليا من البشر اللي بقابلهم، شباب أو شابات، كبار أو صغيرين، الطبيعة اللي حواليا. فالحرية أنا بالنسبة لي يعني هي أسمى المعاني، لذلك أنه في تقاطعات كبيرة جدا بين إيماننا بالحرية وبالنعمة اللي ادانا المسيح، وبقدر ما بنعتقد ونلتصق به بقدر ما بنقدر نروح أبعد ونتجاوز حدودنا البشرية بطاقة روحانية تجدد فينا دايما فعل الحرية كل يوم على كل قرار ناخده، بعد تمييز روحي، بعد تمييز عقلاني، بعد تمييز على الطريقة الإغناطية، نستطيع إذا نتجاوز حدودنا وإزاي ونستطيع نتواصل مع الناس بشكل مثمر وخلاق زي ما هو ربنا عاوزنا نعمل كده. لما ربنا قال لهم إنه ما تاكلوش من الشجرة دي، لما عاوز يقول لهم اقبلوا انكم انتوا مش هتكونوا، يعني انتوا مش الاصل، انتوا الخليقة الحرة، لكن اللي في قانون بيحكم الحرية دي، بالك في قوانين، هنا لازم اقبل محدودين. يعني انا ما اقدرش اسيطر على شجرة الخير والشر عشان اعرف كل حاجة، مش ممكن، انا عندي حدود، ما اقدرش، لا انا من كنت موجود في اول العالم ولا انا هكون موجود في اخر العالم. بقدر ما لا نسمح بالغواية اللي هي بيسميها الشهوة، شهوة الحرية، الشهوة بتختلف عن الرغبة. الرغبة الحرة بتتحول الى المؤلف يمكن بتتحول لشهوة، شهوة مش كويسة، لما تنسى المحدودية وتفتكر انه عاوزة تبقى للأبد تتنفذ كل اللي هي عاوزة. زي ما في قوانين في الطبيعة، الإنسان في قوانين تحكمه، تحكم جسده ونفسه. أنا جسمي بقى مرض لأنه في خلل بيكون عندي، فلو في خلل في الحرية بتاعتي والرغبات بتاعتي اللي السيد القديس الناس بيتكلم عنها، الرغبات الغير منظمة اللي احنا بنعمل رياضات روحية عشان نكتشف ليه مش منظمة ونصلحها. انا اعتقد دي هو بيوصل بيها فكرة
الكتاب المقدس ارجع واقول انه من الحقيقة التجربة دي انه وصية الله ما تاكلوش مش عشان يمنعهم يعرفوا، لا، عشان يقولهم افهموا انه مش هتعرفوا كل حاجة زي الله، انتم مش آلهة. وبالتالي لما هما فكروا هيبقوا آلهة بناء على النصيحة لقوا نفسهم عريانين وكده. انا وظيفتي كانسان حر انه باستمرار اراجع نفسي لريلكتور لما اعادة قراءة تجربتي وخبرتي اخر اليوم او اليوم على اساس اشوف فين، هل انا ماشي على الهدف بتاعي ولا انا وقعت في النص او تجاوزت. دي حاجة مهمة.